بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن 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 يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنا. ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكين كم. والرفع والنصب جعلن إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا. والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما. فارفع بضم وانصبا فضحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر. واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب النحو جاء أخو بني نمر. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل حرف حرف كستا مستحق وحم ذيهي أحق أليهي للبناء بنائي إلا بنائيه. والأصل وحا أصل في المبني كلا بنين يوحا أصل أؤى أن يسكن إلا سكوني. ومنه مبني وحا كترسا ذو فضح فضح مذ صاحبا وذو كسر كسر مذ صاحبا وضم ضم مذ صاحبا كأين أوكلوي أمس أوكلوي حيث أوكل وي وساكن ساكن كنا كم ويان. والرفع الرفعها إيا والنصب نصبها إجعالا كيال إعرابا إعراب كيال لاسم اسم أغيال وفعل فعل أغيال نحو لن أهاب هيبيسا ما يؤكل بوي. والاسم اسمك قد خصص ولا خصصي بالجر جربا لغو خصصي كما قد خصص الفعل سيدا فعل كاللوغو خصصي بأن ينجزم إنو جزمو أما إنو ريبمو. فارفع رفعي بضم ضمك الرفعي وانصب النصب فتحا فتحك النصب وجر جر كسرا كسرك جر كذكر الله إلهي حسكيسا عبده أدون كيس أو حصا يسره كفرحنا يا أوكل بوي. واجزم جزمي بتسكين سكونك جزمي وغير ما كي غير كي ذكر الله شاقي ينوب النائب نقن أو وكيل نحو جاء وحي يمد أخو بني نمر ري بني نمر ولا الكود أيا يمد أوكل بوي. علم وحي نكسوا هذا الله اسمي قوينو لبا أقيب سماه معربي مبني تاوى صورة ميني. waxa kale oo ka soo hadalay ficilku inuu laba u qaybsamo mucrab iyo mabni ficilku inuu mucrab iyo mabni noqdo labadana waan ka soo hadalay. waxaynu hadii rabbi ogolaado hadda arki doonaa inuu xarafku laba u qaybsamo. xarafku laba ayuu u qaybsamayaa xarafka qaybtiisi ayaynu arki doonaa kulka qaybihiisi saddexda ahaa laba noqon maayaan oo mabni iyo mucrab noqon maayaan وذا مبني إنو حرف كنا قنا أيو أو حكم كابنا أو وذا قادنا أيو أيو شيخ وشيخ إياه
حرف كيبا ينكهد لينا إساقو صدح قيبود أها أيان صدح ديسا قيبود با مبني كدغينا هدو يهي مختص بالاسم إيه هدو يهي مختص بالفعل إيه هدو يهي مشترك صدح ديسا قيبود با ومبني بينو إسلو أراني أو الله بنينا يا حرفكا وعلى الشيخ بيتك كوبي اللباتنات وكل حرف حرف كستا مستحق وحو مدن يهي للبناء إن لبناء أيو مدن يحق ليه حرف وحو حق ليه أيو يري إن لبناء وجملة ما يسترن انتاسي وكل حرف مستحق للبناء شيخ جملة إريك كل أبو كب اللابي وصور كيكي وحو كدقي كلي وحو كل أقب اللابي وحو إن درينسين يا حرف قيب معربه إني نشرين اسمك ووشري هدام أو معربية مبني بو نقوني فعل كنا ووشري أو معربية مبني بو نقوني لكن حرفك إساقوا وكل حرف حرف كستا مستحق وحو مطي للبناء إن لبناء حرف كستا ببناها أيو مطي أو إن لبناء حق أيو أوليه جملة داسي شيخ وحو شيخي حرف كأردن إنو بناها حق أوليه وحا شيخ اللي قبو شيئي إنكو وحينو أباهن إن حرف لبنين أيو وإن أردن أيو حرف كوال لبنين أيا إنما أردن إن حرف كوال لبنين أيا وحي إن يدي حرف كو حق وحي أوليه إن لبنين أيو كل كا إنو حق أوليه هاي بو شيخي إن فعلا لبنين مشيقين إك حق بو أوليه إن وحبضن بالله أركي وحي حق أولها إن لغدا أيو كل كا حرف إساقو بناها حق أوليه أرما لالا قرب مرا أحقية دي أو لبنين ويا بدي مركا شيخ حرف كي ويا لبنين يي مؤران إيه بناها حق بو أوليه هاي بو يري ساسا لغو بوشي علماء دو وحي كوغا جوابين حرف كا إن لبنين أيو وحي نكو صور ديگن ني بيت كي كوباد أو بيت كي كوباد وحي نكو صور نري إيه باب كان والاسم منهم معرب ومبني لشبه من الحروف مدنين لشبه من الحروف مدنين وحين كقاضنين حرف كلبنين أيو سدين وكقاضنين وحوي كيفية ذو اسمك حرف كشبه ولبنين يا بين نري سببت اسمك عسبناها كم مطينا وشبه ذو حرف شبهي هذا بحرف كل شبهي كورما كل دو كي شبهي بمبني النقضي كل شبهي كورما ومن باب أولى إنه مبني إسنيه هاي حرف كمبني بنيه إيسا لشبه من الحروف مدنين ألقاس أقاس وقع ذنني هادنا بيت كان وحو أولاكي إذا شيخو وإنه قبا يامين يا بنيه حرف كاللسيي وبنيه حق أولها إساقا حق أولا ووحونا حق أولاهين لما سينين وحي علماتو يراهدين كو واضع إنه يهي حكيم أيا بيت كان لقا قادنا يا شيخو كوبا يامين يا واضع وحكيم كل هذه حرف كل ودعيي إساقو مبنية بناها لسيي وكي أحق أولها وواضع وحكيم مركا وكل حرف حرف كستا مستحق وحو حق أوليه للبناء بنيه أي حق أوليه وحرف أوردن مبني بالغا دقايا وحينو أرقنا حرف كينو مبني نقضي بناها لسيينا وبنيه أمضنا يحق أولها انتا ايو جملة ذاك قبحي هذا وحدون ايا حرف كي مبني بو نقضي طلو يا أصل ا بناها محا أصل ا ماين لو قدا ماين لو كر لغا ماين لو هوس لغا ماين لو ريبا بناها يا أصل ا بنوه سيدي سوحي نكو صور لغاني انو اهال لزومك كلمة حرفك قدام بايا حركة ذو اي سيقود لازمتو بناها اللبا حركة ما اران كرنو فتحو ايا ضمو ereyga isku weydaarta waa bina lama oran karo binuhu waa luzum la laazima ama kordhig ama godaal ama hoosdhig ama reebniin waa in midkood la laazimo kolka kelmadaha qaybsamiyo kelmadaha mabniga ah qaar laazima godaalka iyo qaar laazima kordhiga iyo qaar laazima hoosdhigida iyo qaar laazima reebniinka sidaas ay u qaybsami doonaan talo hadaba binaha ya asal u ah binaha waxa asal u ah baa la yiri سكونك هذا درجت إيري مبني ولا بنيي أو سكون لجو بنيي كا سكونك لجو بنيي وحين لين هاي سؤال لجامع ويدين كرو لما بني على سكون لجو ما أرن كرو وأي وأصل كي
هذا أدركت الشيء لبنية وحركة سيته وعلى قوارنا يالي محركة ولي معدل عن السكون بالغ قوارن إلا إن قاعدة نصادق أن قوارنا يسي ما جاء على الأصل لا يسأل عن سببه شيء هذا أصل ككوي ماد سببتي سلسمه ويديه وما جاء على خلاف الأصل يسأل عن سببه شيء هذا خلاف الأصل يهينه سببته وليس ويديه كأيين هيني وعيري والأصل وحا أصل أؤى في المبني كالبنين يوحا أصل أؤى أن يسكن سكون لسكوني أي أصل أؤى سكون كأي أصل أو كرنق إيو هوسنق إيو قذالك إيو كواسي أصل ماها سبب لغو ويدين دونا سبب تلو ريبي وايي وحبالي نغو ويدين والأصل وحا أصل في المبني كالبنين يوحا أصل أؤى أن يسكن إلا سكونيو إريغا أصل أ لقد أم أسول الفقه أو كلام علماء لقد بوحي عديان معاني بضن وإريغا أصله وكسو أرور أم أوليه معاني ذي سوحا كترسا والأصل مركا إنو لانهي معاني ذا وكسو أرور الغالب لو استعمالا وحكالو لو استعمالا الراجح با لو استعمالا وحكالو لو استعمالا المستصحب لو استعمالا وحكالو لو استعمالا الدليل با أصلك لو استعمالا هذا هلك إنن وحكوها بون والأصل مركا لليه الراجح وحكالو كوها بون المستصحب لكن الغالب لما أرنكره الدليلنا لما أرنكره والأصل وحا الراجح أحوق بضان الغالب وحا لو أرنوهي مبنياتك سكونه مبض نبع ليري مركا اللي يسكوه ذا جاية سكونك إيا غيرك اللي غيرك نواه فرع سكونك نواه أصل فرع عاسي مركا اللي يسكوه جاية كفضحاها لغو بنيهي إياك هوسنيك لغو بنيهي إياك قدالك لغو بنيهي مركا انتا بردين على مريو iyo xuruufta wakiilka ka ah kala gubinay marka dhinac la isku mariyo sukuunkana dhinac la mariyo sukuunku kama badna kuwa kale marka la eego kuwa kala ba farcaaba badanba sida darteed ilay waaqica ayaa daliil ehe wal aslu sida faraha badan oran meesid al ghalib oran meesid wal aslu sida raajix ah baad oran shaygu isagoo raajix ah ayu hadana ereygu garab mari kara oo qiyaas kama way naga aragnay kelmado shaad la oranayo oo ka leexday والأصل كأصل كراجح إيه في المبني كالبنين يدحدي سوح راجح أؤى أن يسكن إلا سكوني أي راجح شيخ أوحى لغو بشيء أول ليري أن يسكن أنت سوى مصدري فعل كان يسكن ومجهول تلو فعل مجهوله مصدر ميالني فعل كمركو مجهوليه مصدر مليه وسؤال جوابت ونعم إن كستي مسألة خلاف تهاي مجهولك مصدر ويا شا سيدا مصموه ومصدر أوليه هاي شيخ نوح أران دونا باب كمسادير تمرك أنقادنو كقدس تقديس قاعدة دا سكيني دونا كقدس تقديس قدس تقديس وقاعدة محمد بن مالك تصالهام بأقاطي لكن علماء دي كدن بيسي قاعدة كدن كقدس تقديس قاعدة دا ليرا وقاعدة الماما يسا إن إريغ مجهولكيه ومصدر ليه هاي كقدس تقديس تصارح وكعدي هيبا هذا ما أن يسكن إسقو مجهول أيا سيدا إنه أرك إن مصدر لقدر لا علينا يا أما مجهولكم ماضي هالنقضة سيدا قاعدة كقدس تقديس ككشرة أما مجهولكم مضارع هالنقضة سيدا أن يسكن كأنك ككشرة وحين أجنه مجهولكم إنه مصدر يا لنا يا علماء الشيخ وحيكوب الشيخ قاركو ذا يراهذين مركو يري والأصل في المبني أن يسكن هرتا بينها ما صفة أي كلمة قادتا مسوا صفة معنوه أوقاته مسوا صفة قفك متكلم كي أوليه البناء مرك ليلة ما معنها لبنايا مسا كلمة لبنايا مسا قفك متكلم كي حد لا يا لبنايا يا لبنايا وعلى بنايا أيو وكلمة ولفظك لفظك لبنايا ما دام بينه صفة أوليه لفظك كلمة لفظك أصفة دي سي أوليه أن يسكن مركا إنو نرى فعل كان وفعل تسكين مركا مصدر لغردقو تسكين كنا وريبتان إريغا تسكين كأي ريبتا كلمة دو مالي أو صفة دي كلمة دا معها كلمة دو سكون بايلاه دا هاي سكون كلمة دا صفة دي دو السكون لكن متكلم كصفة ديسة أيا أتسكين أتسكين وريبت
sukuunna waa reebtoon shaygu iska reebmo inuu reebmo kelmadda sifadeedu waa sukuunka mutakallimka sifadiisuna waa taskiinka markuu sheekhu yidhi walaslu fil mabniyi an yusakana markuu yidhi waa in la taskiin lagu sameeyo la reebo sidee baa taskiinkan sifatulkelima looga dhigayaa sheekha waa lagu diiday ilayn moobeelkan haddaan kala jabiyuu kala jabo laba ficil baa meesha yaalla moobeelkan haddaan kala jabiyo uu kala jabo laba ficil baa meesha yaalla midi waa kala jebin waa laba masder hadda ficilku waa kii luqawiga ahaa naxwahana masder baa la yidhaha laba masder baa meesha yaalla midi waa kala jebin ma anigaale mise moobeelka haddaan moobeelkan kala jebiyuu kala jabo laba masder baa meesha yaalla midi waa kala jebin midina waa kala jabid kala jebinta yaa iska leh aniga ayaa iska leh kala jabkan ayaa iska leh moobeelkana iska leh haddaba kelmad haddaan reebo laba masder baa meesha yaalla midi waa reebid midina waa reebtoon uu shaygu iska reebmo reebid iyo inuu reebmo uun reebidda qofka hadlayaa leh oo wax reebaya inuu reebmuu gadaalka sukuunka qaatana kelmaddaa leh haddaba wal aslu fi lmabniyi an yusakana waxaa mabniga asal u ah an yusakana in la reebadaa war reebiddan sidee kelmadda loo siiyey ilan qofka hadlayaa leh waxaa la yidhi kelmadda waxaa loo siiyey ficilka ayaa majhuul ah oo ictibaaran lilmajhuul ayuu noqonayaa ayilmusakan buu noqon mid la reebay oo kale ayuu noqonayaa waa masdar ismi mafcuul looga jeedo almusakan oo kale ayuu xeer noqonayaa mid la reebay oo kolka ismi mafcuul laga dhigo sifadii kelmadda ayuu noqonayaa kala jebintii mid la kala jebiyey waan odhan karaa moobeelka moobeel kala jebin soo anigu maanan lahayn isaguna kala jab buu lahaa kala jebinta haddaan majhuul ka dhigo wuu qaadan karaa moobeelku waa mid la kala jebiyey kala jebinta kolkaa moobeelkaa iskale majhuulnimu ku yeeshay ayuu ku yeeshoo dhinacaasuu ku yeelanaya laakiin kala jebin ma siinayo moobeelka hadduuna isagu dee mid kale sii kala jebinin isagu markuu kala jabo moobeelkii baa kala jebiyey ma odhanayo hadduu moobeelku quraarad ku dul dhaco hadda labada ficilee waa yaallaa waa kala jebin oo moobeelkaa leh iyo kala jab oo quraaraddaa leh markaana quraaraddaana kala jebin la siinaynin moobeelkaa kala jebin la siinayaa ilan isagaa ficilkii sameeyee walaslu waxa qaaliba walaslu waxa raajixa baan doonayaa walaslu waxa raajixa oo xoog badan fi lmabniyi ka la binaynayo waxa raajix u ah an yusakana in la reebo ayaa raajixa waa la reebayaayo sukuunka ayaa raajix noqonaya ama xoog badan wa minhu mabniga waxaa ka tirsan duu fadxin mid fadxa lagu binaynayo ayaa ka tirsan wa duu kasrin mid kasra lagu binaynayo ayaa kaloo ka tirsan wa dammin mid damma lagu binaynayo ayaa ka tirsan sheekheennu saddex xarako oo faraca oo mabniga lagu bineeyo ayuu doonayaa inuu sheego wuxuu yidhi wa minhu mabnigii waxaa ka tirsan duu fadxin mid fadxa u saaxiiboo fadxa lagu binaynayo waa la fadxin fadxahani haddaba waa farac sukuunkuu farac u yahay waa mabni fadxa lagu binaynayo sheekhu fadxa ayuu u soo horraysiiyey waa akhafu lxarakaat haddaba haddaad aragto mabni la fadxiyey laba su'aalood baynu ku arki doonaa laba su'aalood mabni la fadxiyey haddaad aragto oon ismi ahayna ficila ama xarafa laba su'aalood baa lagu weydiin maxaa loo xarakeeyoo loo reebi waayey waa su'aasha koowaad su'aasha labaadna waxaa lagu odhanayaa hala xarakeeye maxaa fadxa qura looga dhigay haddaba waxaa jira afar qaybood oo muhiim ah oo kitaabkeennu uuna qoraynin oo asbaabta wax loo xarakeeya ah lix sababood baa wax loo xarakeeya lix arrimood ayaa wax loo xarakeeya iyo asbaabta wax loo fadxiyo iyo asbaabta wax loo godo iyo asbaabta wax loo kasriyo meeli waa lix meelina waa afar meelina waa shan meelina waa afar ama waa saddex markaynu isku geyno intaasoo sababood kitaabkeennu wuu ka aamusaye ruuxulicraabka ayaynu ka helaynaa oo baabka binaha ah intaba waynu kaga hadallay asbaabta loo xarakeeyo iyo asbaabta loo fadxiyo iyo asbaabta loo godo iyo asbaabta loo hoos dhigo intaba isaga ayaan dib ugu noqonaynaa wa minhu mabnigii waxaa ka tirsan duu fadxin mid fadxa u saaxiiba ayaa ka tirsan oo fadxa lagu binaynayo haddaba mabnigu ismiga wuu ka yimaadaa ficilkana wuu ka yimaadaa xarafkana wuu ka yimaadaa saddexdaba fadxaa lagu binayni ismi la fadxiyey haddaynu doonno waa ayna ficil la fadxiyey haddaynu doonnana waa jaa'a
حرف لفتحيه هذين دوننا واو والعطف ك والحمد كتيرة فتحها صدق هذه قيبة وضبة والله كبنين يا اسمك يا فعلك يا حرف كيبوين كبنين ومنه ذو فتح وذو كسر كسر مذو صاحب أياك مذ مبنجي مبنجا مثل كسرنا يو أيا اسمك كتيرة ومبني لكسرنا يو هذو فعل هي أما حرف لبس سؤالود بالي نجوي دين لبذا سؤالود وحوي محاله حركيي يا محاله كسريي كتاب كينا كلي دي بقول لابتا هذو اسمي هينا صدح بي سؤالهم نقن اسمي هاي لن إعرابه أصل كوهاي محاله بنيي يا محاله حركيي يا حركاتهم حي فتحه النقطي أما كسره النقطي وذو كسر وهمد لكسرنا يو كسر هذا شيخه سيدي نؤقن هاي فعل كمقشو او فعل لبنين يو كسر لقو بنيي مجرى أف عربي هذا أريقه إمشي عركته إمشي كسر لقو مبنينين إحد فحرف إلا لقو بنيي كسروهنا هو حركة البنية حركة البنية ماها بنية ماها وبنية تايه كغيب غادة نيسا وحين أقنا هاي فعل كسر لقو مبنية لكن اسم اللي كسريي وينو أركي أو أمسي باكا ميدا أمسي أمسي وا اسم اللي بنيي وحانا لقو بنيي علامة البنية سيهاي كسره أيا لقو بنيي حرف كان كسرها هو لقو بنيين أو لله الحمد لله لله اللام كحرف كجارة اي كسرها لقو بنيي اياتو صالحوها فعل كسره لقو بنييانا مجرو وضم وذو ضم ضم مذو صاحب ايا كترسن ضم ذا مركا ينو ارقنو صدح ذا بوي قشا وحينو اركينا اسم اللا ضمين ايو او ضم لقو بنيي حيث باكا مذا وحكلا ينو اركينا فعل اللا ضمين ايو او ضم لقو بنيي جلسو باكا مذا وحينو أركينا حرف لضمين أيو أو ضم لقو بنيي منذ باكا مذا منذ هذا بض ضميه مركو بنيهي كلمة دا صدح ذا قيبوت بواقرية تصال ياشي فتحوه صدح ذا بوي قليسة ضموهنا صدح ذا بوي قلية كسروهنا لبو قلية واسدين تصالة لقا قبهي فتحيه يو صدح ذي قيبوت بقى ضميه يو صدح ذي قيبوت بقى كسريه يو لبا قيبوت سدين دا قيبوت سيدي دبا هادا وان تصالينا يه سيدي دبا بينه واقليا تصالو شيخو كاني كأينا اوكلوي اينا واسم فتحا لقو بنيي امسي اوكلوي امسي واسم كسر لقو بنيي حيثو اوكلوي حيثو اسم ضم لقو بنيي وساكن ساكن كنا كم ويان اسم سكون لقو بنينا يا واكم اما كم تو استفامي يهان نقطو أما كم تخبريها النقطة كم توالب بنين وحنا لقو بنين يا واسكونك وساكين ساكنك كم ويان أو إريقا كم سكون با لقو بنين يا علم هذا تعبير كشيخين ومري خير الله سيئ وعيري ومنه بوجري ومنه إريقا من أمركو استعمالي معين من تكقرنين إريقا من أوحين كقاذني إنونا مبنقو وحيابها لقو بنيا أفر تنوني نينا أهين أفر بو هذا الشيء وسكون وفتح وكسر وضم أفر تاون مبنيق لقو ما بنيا إيوح الشيء أفر تنو وحيابك لأو كدوين أو نائب أو كفرعيه إني جيران هذا سكون كوحبا فرع كالنقضة فتحها وحبا فرع كالنقضة ضمها وحبا فرع كالنقضة كسرها وحبا كفرع كالنقضة مبنيق ملك لقا هذا الليا متكسته وحبا فرع كالنقضة هذا سكون كسوق هذا إنه سكون كلب أريموت بالقو بنية شيء أو فرع كنقطة حذف حرف العلائية حذف النون لبضع أريموت أي فرع أو سكون كفرع كنقطة سكون والقو بنية إريجة أو كم بعض أو كم كم واسم اللقو بنية سكون فعل بعض سكون كبنية أو جلس بعض أو جلس أما إجلس بعض أو إجلس وفعل سكون لقو بنية حرف كوا لقو بنيا سكون كو بعضاً أو سكون كوا أصل كي أو صدح ذا وو قلي سيدي دي هرانا فرع باي أهايين لبي يطبان كاس وكوا أصل كأباليلا لبي يطبان كاسي ولبي يطبان أي دي سكون كنا أصل يهي كوا سيدي دا كالانا أي فرع غريب يهين ماها فرع بعيدة فرع غريبة أي سيدي دا كالان لو قيمين هذا بوحة جيرا فرع بعيدة أو فرع الفرع أما فرع السكون أيا الأركي دونا فرع الفرع أما فرع السكون بالأركي دونا أو سكونك حذف حرف العلة كفرع أما
امشي محل لغو بنيه سكون بو اصل كعين لغو بنيه امشي فعل امرك حذف الياء با لغو بنيه حذف الياء سكون بو هضبك فرعما ادعو الى سبيل ربك اريق ادعو محل لغو بنيه حذف الواو با لغو بنيه سكون بو كفرعما اريق ارضى ارضى بما قسم الله لك ارضى محل لغو بنيه حذف الالف با لغو بنيه حذف الالف كنا سكون بو فرعك يهي وينو هينا حذفك او حذف حرف العله الله يسكو اورانيو حذف النون ايا اسن جيره حذف النون علم حذف النون كو وخه غلا مركا امر لا سمينايو اي فعل واو الجماعه ست لا امرايو سيده اجلسو او كلي حذف النون با لغو بنيه اما فعل الف كو دمااده سيده اجلسا او كلي اما فعل ياء كو دمااده سيده اجلسي او كلي امثله الخمسه امر كي سنه علامة البنوة حذف النون حذف النون كاسي وحو فرع كي هي سكونكي هل كان الصدح بينه هاي حذف النون هي الصدح حذف حرف العلاء لحداسي وحو نقنية لحداسي حذفكي أو سكونك وكيل كعبو نقنية لحذف بينه هل كاكو هاينا ومنه وحكا مذبوك لمبني قدو فتح مدفتحة صاحبة أولا فتحين أيو سكونك أيين شاكني وحيابها وكيل كعب بل هذا الضمضة أين أرقنا الضمضة وحا وكيلك النقضة الضمضة اللبا حرف با وكيلك الضمضة ألف كو وكيل بوك النقضة سيدوك لوووغنا وكيل بوك النقضة إريجي او أهائن ضمال لغو بنايو هذه اللدونة وحا لغو بنايني ألف ألف كانانا ضمضة وكيلك هذه اللدونة ووبا لغو بناين ووغنانا ضمضة وكيلك تصالوه وحو النقنا يا بابك منادها مركا أنشوغنو يا محمداني باضران محمداني ومفرد عالما وحنا لغو بنايا وحي لغو رفعين جري محانا رانا يا محمداني منادى مركان را مبني على الألف ألف كان في محل النصب مبني على الألف لأنه مفرد عالم محمداني مركان دواقيسو وحين كبنين إن ألف بين كبنين يا محمداني ألف كاسا لغو بنايا هداد جمع مذكر سالم أو محمدون أدو دواقيسيد يا محمدون مركاترا اسنا ووغات كو بينايني ووغاس اينو اساقنا كو بيناين ضمضانا لبا الرموت او وكيل كنقضا اياجرا او الف ايو ووكالا وحينو سوق هذانا اينا فتحها محا وكيل كا فتحها كسروه وكيل بو كنقضا سيدو كلا يأذنا وكيل بي كنقضا جمع مؤنث سالم هدان اسم الله كردقنو او لا مسلماتي ان ارا لا مسلماتي جمع مؤنث سالم وحلقوا بنين يا وكسره لا مسلمات وكسره قرأ أين كوب اللين هذه أين مثلا جمع مذكر سالم اسم الله أين قلينه ولا مسلمين بين أرن أو نكر غير مقصودة ولا مسلمين يأذى حلقوا بنين يا لا مسلمات إيو ولا مسلمين لبضة وحلقوا بنين يمدنا كسره مدنا يا نصب الله بعنا أو فتح هذه أيين لبضة وكيل كنقدين فتحها الله بها وكيل كاء ضمها الله بها وكيل كاء وأفر سكون كان الليح بها وكيل كاء وطبا طبا بين علم مرأي ناس إذا هلكا إنوغا موقتا علم ذا قاركود وحي اعتراض كوكينين حديث كاللا وتراني في ليلة وحي يده لا وتراني إريان وتراني واسم الله وفي محل نصب حقه وحوها إن فتح الله قبنا أيو محافظ حدي وكيل كنغضي لا وتراني ألف با وكيل كنقضي سو نغا فتحدا اسكو اوغ فتحدا وها وكيل كنقدا وا كسرو ايو يا لبداسا وكيل كنقدا ألف كلا وتراني في ليلة حديث كا ألف كو حقو كيمد وها لغا جوابي لغة العربية وها جيرا لقوين كفراها بدن مصنها اعرابتيسا كو جيرا قار كميد او مصنها لازميه ألف او لا وتراني اولي غود اورانيا حدو مرفوع يحي لا محمداني هدو منسوب يا المحمداني هدو مجرور يا المحمداني هذا حديث كالله وتراني إنه أرانيا وحكو يمد لقد ألف كأو لازم جلتي إيه ولي قيد بألف كأكو تاقيسي لقد أيو حديث كو يمد وحكا لو تشيرا قول كالي أو عربتي فصحادة أهيد لك سوء قاري أو أرانيا لا أبا لك أرانيا لا أبا لك أبا هوا أما أبا كو مسقنا هذا هذا لا أبا لك مرك اللي يرا إريغان أبائه واسم الله وهو هوا اسك مفرد ان فتح الله بنايو لا ابا لك بالليه سيبا ويهي وحو قبا اباض انه مضاف يحي او لو ادافيه ايو كاف لك كجيره لو ادافيه لام لك كجيره
وزائد بو سيبا ويهي ليهي هدين سيبا ويهي قول كيسا قادنو دي مبني بماها وهو معرب أباض وأسماء الخمسة شروطي ببوحي يوها معرب مضاف إليه قيسي أمبا هرتي لام لغو زيادية لا أباك أبو أهايو لا أبا لك أمبا ليري كل كا مبني بماها سيدا سيبا ويهي أوقبا لا أبا لك وإسكا معرب بينو أوران أو وحب الله قد يجي ماي مبني علماء قاركود وحي يراهدين ورمي إيه حدي أينو نراهنا مضاف ماها محال لغو تخريجين يا سيدا سيبا ويهي أو قبو غير كي عدي الله مارو أو لا أبا لك قول كسيبا ويهي أينان راعين قول كاسي وا قول عرب لغا سيو قاري عرب تي ولي من فصحة ضاهد لغا مقلي سيدا بينو كتو جيهنا ومحينو حالكي سكرنا لا أبا لك دا وحي علماء دولايهين وحي نكردغينا لقد أسماء الخمسة قصر قول لازمته إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتها قبياجي أورنج ريوكالي أيين وافتشيني أو أباذا ألف بيقول لازم أن لقد غاركود ساسين إسنا حلكي سكردغينا يوح مشكلة ده إنه قمهيو فتحهن اللبها هدبا وكيل كالنقضي وحا إنو ديمن أو قرى كسرها يا وكيل كالنقضى مرك شيء اللي يريد هذا هلا كسريه كسره يا وكيل كنقنا يا اللي وحي نشاجني ضمها وح وكيل كاء وحكلي نشاجني فتحها وح وكيل كاء لكن أريجي هلا كسري الله لها وح وكيل كاء كمين أن حدلن أنت أيين وسكجد دين يو وحيا بها وكيل كنقدا كسرها هذا الله أيه كشره oo hadda nukad ka oo kale hadaan soo qaadano qowlkiisa markuu ka warbixinayo kasraha waxa wakiilka ka wuxuu yiri fadhaha wakiilka noqda ereyga saxar oo kale cida binaynaysa agtooda fadhaha wakiilka abu yiri waa la yaabayba warsaawi ba sheekha ku dhacay ba la yiri sahwi ayaa ku dhacay saxar waa maalaayan sarife maalaayan sarif ka sideebuu ugu tilmaamay inuu ka inuu wakiilka noqonayo ayo inuu wakiilka noqonayo fadhxo sidii maalaayan sarif ugu tilmaamay ilaa maalaayan sarif ku wuxuu mabni noqon marka la geliyo ama sidaynu ognahay marka munaado kale laga dhigo labadaasina kasrama ma keenaynin labadaasina kasrama keenan hadaad la geliso ismu la ka dhigto de in la fadhxiyo raba hadaad munaado ka dhigtana in la fadhxiyo la raba kolka labada jeer midna ma keenayaan oo muqtada hoogi maaha hadaba culimo waxaynu ogaanay kow ضمدي صدح بأي نوغة شيء وحالا ضميني يا اسمي سيدة حيثو وحالا ضميني فعل سيدة جلسو وحالا ضميني حرف سيدة منذو وحكالا إنو مرني فتحذينا صدح بأي نوغة شيء وحالا فتحيني اسمي سيدة أين وحكالا الله فتحيني فعل سيدة جلسة وحكالا الله فتحيني حرف سيدة واو العذف والحمد والليح كسريه اللبو إنوغة لي اسمي با لا كسرين سيدا امسي حرف نو لا كسرين سيدا لله لام كيغا وا سيدين سكون كينا و خو انو غلاي ايو سكون كينا و خو انو غلاي سدخدي اسمي با لا سكونين سيدا كم اما فعل با لا سكونين سيدا جلستو اما حرف با لا سكونين سيدا او 12 ويي 12 كا سكون كليدي 6 با وكيل كنقدي سدخ حذف حرف العله يو سدخ حذف النون labiyo tobankii lixda hadafka u geyso 18 18ka damada laba wakiil ka noqday waw iyo alif aynu soo kala niri 20 kasraha laba wakiil ka noqdo ee fathaha laba wakiil ka noqday fathaha laba wakiil ka noqday 22 ereyga aynu leenahay hal labineeyo maxaa culima lagu bineeyay markaa hadaba 22 qodob ayaa mid ahaan shayga lagu bineeynaa 22 ka qodob ايو عشر كينو كوار بحين ايا بل هذا ما اوفيرسو وكل حرف حرف كستا مستحق وحو مطي للبناء ان لبنيو ايو مطي حرف كستا ان لبنيو ايو مطيو حق اليه والاصل اصلك في المبني لبنيها واصلك ايه ان يسكن وان لسكونيو مبنيك waxa asal u ah in la sukuuniyo buu ku yiri wa minhu mabniga waxa ka tirsan dhu fadhxin fadhxa midu saaxiiba ayaa ka tirsan wa dhu kasrin kasra midu saaxiiba ayaa ka tirsan wa dhammin dhamma midu saaxiiba ayaa ka tirsan ka ayna oo kaleba weeyi amsi oo kaleba weeyi wa u baa ka xadfan waa ul cadafa
حيث أو كلب ويي ووبا كعد فنوا والعظفة وساكن ساكن كنا كم ويان أو كم وساكن كي هدبا علم انتا مركا إنو إيقنو لبي اللباتن وجيبا كوشي رئي لبي اللباتن كوجيا منطوق لبي طبان با منطوق يا مفهوم طبان با مفهوم أو منه تعبير وحا كميدا مبني مركو يري قيب أو كا مسيئين يجيران أيا ماشا إنو إلا إن ومنه ذو فضح المركو يري وذو كسر تطوص باي أقعد فانتهاي إلا ومنه لو مسو قدر أيو سيدي حق هوري والاسم منه معرب المركان لعين ومبنغ أين ومنه أقصو قدر أين يوكالي هل كان ومنه لو سو قدر ما أيو أين لماذا بيدي عراب كوغ أغنو كل حرف كل ذو مبتدى وانا مضاف حرف هو مضاف إليه مستحق وخبر كي للبناء وجاري مجرور للبناء بو هايو همسا يا كجرو همسي بالا شري للبناء جملة سوى جملة مستأنفة والأصل هو مبتدا في المبني وجار هي مجرور في المبني في ذو حرف جار المبني أريق مجرور هو أرشا مبني هنا محل إعرابات ملي وأرشا أيا لجري لأن أرشا اسم موصوله في حرف جر مبني بسكون على الياء المحذوفة لالتقاء ساكنين بلا لفيضة المبني الاسم موصول لا تتم إلا بصيلة وعائد وهي اسم مجرور بفيه وعلامة جره كسرة مزحلقة إلى ما بعدها لأن لما أشبهت الحرف لفظا ومعنا ألزق إعرابها إلى ما بعدها التي كانت حقها عليها والعائد ضمير مستكن في الوصف وهو الذي دلنا على اسميتها لأن ضمائر لا ترجع إلا إلى الأسماء مبني صلة موصول لا محل له من الإعراب وإن شئت تقول المبني اسم مجرور بفيه وعلامة جره كسرة ظاهرة الجار والمجرور متعلق بالأصل لأنه مصدر يعمل عمل فعله أن يسكنوا مصدر مؤول أنت سواتي وحنسبين إيسي يسكنوا فعل مضارع للنسبي ألف كان يوالل إطلاقه قبل قدرتي بالله كياني يسكنوا منصوب علامة النصب وفضحة ظاهرة نائب فاعلك وهو أيها الكا أغتشرا مبني قونا أنه قونا إياه هل دبا خبر هل كان مصدر كمؤول كأ أي أصل كخبر رعي ومنه جارية مجرور كاسي وخبر سوء قدمي ذو فضح النذو ذو مبتدات آخر أي مضاف نأ فتح النوى مضاف إليه وذو كسر وكعت فيها وانا مضاف إليه وضم النوى كعت فيها ذو ذي بأقدرا كأين وجاري مجرور خبر دعي أمس وكعت فيها بتقدير العاطف حيث نوى كعت فيها بتقدير العاطف وساكين مرك إنو نرى وساكين ذا مبتدنا والا قدق أو كم با خبرة ما وحك الله لقدق كان خبر سوء قدمي أو كم با مبتدا الساكين ذا مبتدا كردق كم تنا خبر كردق لبدأ بيد أي عشر كأنه ما أنت إنه جوجي دانا والله سبحانه تعالى أعلى وأعلم.